دي ايه طريقة برمجة راوتر تي داتا 192.168.1.1 ده عشان هعمله بريدج ادمن. ايوه بكتب ادمن والباسورد ادمن، تضغط انتر عشان لو انت عايز تعمله ايه عندك هناك انت بنفسك بريدج من بيزك. وان شايف دي بريدج من مود، بروح رايح على راوتنج بريدج كده هيروح ايه قلب لي الراوتر كله بريدج طبعا 0 على 35 ال ال سي بريدج قدامك اهو سبمت ريمبر باسورد. بس كده خلص الايه انه كده اتعمل بريدج، كده بقت سهله جدا جدا. تمام تمام. انما انت بقى كنت بتتكلم في ال اي بي والكلام ده لا الحاجات دي لما بقى انا وانا كده تكون قلبته بريدج، كده قلبته بريدج هاخد بقى اليوزر نيم والباسورد بتاعه وادخله في ايه في الراوتر بورد المايكرو تك.